Allah then prompted the believer to give in charity, saying, Who is it that will lend unto Allah a goodly loan, in charity sincerely wanting nothing but the sake of Allah, so that he may give it increase manifold for him? Every act is rewarded 1,000 times, Allah straighteneth, withholds wealth from people, and enlargeth, gives plenty to whomever he wills in this worldly life. Unto him ye will return, after you die, and he will requite each according to his works. This verse was revealed about a man from the helpers, Al-Ansar, named Abu al-Dada or Abu al-Dadaha. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين Then Allah mentioned the story of the fighters among the children of Israel, saying, Bethink thee, O Muhammad, have you not been informed, O Muhammad, of those of old, who went forth from their habitations, to fight their enemies, in their thousands, 8,000 in total, but they proved too cowardly to fight, fearing death, out of fear of being killed, and Allah said unto them, Die, Allah killed them on the spot. And then he brought them back to life, after 8 days. Lo! Allah is the Lord of kindness to mankind, to these people for he brought them back to life, but most of mankind give not thanks, for life. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا
وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الحكمة فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. الله أكبر. Allah then said to them after he brought them back to life, and fight in the way of Allah, in obedience of Allah against your enemies, and know that Allah is hearer of what you say, knower of your intentions and the punishment that is going to visit you if you disobey what you have been commanded to do.